كل مربع كبير بتنزل عشرة، كل مربع كبير بخمس مربعات صغيرة. فالسكن الوحدة واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، سكن الوحدة خمس مربعات كبيرة، سكن الوحدة خمس مربعات كبيرة. عايز تحسب العصر دي تجي الريجولر 2600 على الأرض. فيكسد 2 to 1 يعني ايه 2 to 1؟ يعني 2 بي 1 كومبليت، يعني واحدة نقطة ضغط
العقلية دي. اللي بيوقف هو في النص اللي كده. وبعد كده يعني في لو خدنا من أول سنة لحد هنا دي كنت وان. ماشي؟ كنت وان يعني زي لايف تو. بس اللايف تو كله كده. لكن هنا ما بيحصلش كده. ترجع ثاني لارت وبعد كده يبقى ده ايش؟ طيب واحد التست اللي فيها في البوك تكتب الرونج في ار سيرفر تكتب الرونج في ار سيرفر الشكل اللي فيها في البوك طيب واحد طيب تو طيب واحد بروجريسيف برولونجيشن في ار سيرفر بروجريسيف برولونجيشن في ار سيرفر لغايه ما واحده تيجي انفر بكتب وبعد كده يرجع تاني من الاول بروجريسيف برولونجيشن طيب تو تكتب 2 to 1 أو 3 to 1 3 to 1 3 to 1 واحدة نقطة ضغط واحدة نقطة ضغط كان يوم ما فيش في الار هنا في الار زي كده في واحدة نقطة ضغط تبقى نقطة ضغط وبعدين دي كنت ضغط وهكذا واحدة نقطة ضغط دي كنت ضغط
بتتكلم عن ايه؟ نار كومبليكس ديفرنشال، نار كومبليكس ديفرنشال يعني نفس الشكل بالضبط، بس الكومبليكس زي ما احنا شفناها المنطقه ده وايد كومبليكس، اسمها وايد كومبليكس ديفرنشال، يعني وايد كومبليكس ريجولار تاكي، وممكن يكون فيها نهايه ممكن كلها.